تفضل يا بيك، هاي الأوراق وهي وثيقة الولادة، وهلأ صار رسمياً جوكهان ابنك الحقيقي يا علي بيك. ذوالفقار، طلع فيني، هذا سر. سرك ببير يا علي بيك، ما في حدا بالدنيا راح يعرف إنه جوكهان مو ابنك. راح أخذ هذا السر معي على القبر. الورقة بتخليني أقعد على الطاولة؟ أقعد لأشوف. فت يا ربي، ساعدني يا رب، يا ربي ساعد ابني يا رب. اختي شو صاير معك؟ ليش لهلا ما نمتي؟ ما اجاني نوم لهيك نزلت لهون. شو القصة؟ شبكي؟ صاير معك شي؟ سلجوق اجته نوبة يعني؟ لا يا روحي، ما في شي، ما صار له شي. طلعي نامي، لا تشغلي بالك. والله انا ماني قدرانة نام بالمرة. اخي نام؟ لا، ليكو عم يشتغل جوا بالمكتب. طيب أكيد ما رح نضل فايقين للصبح، يلا خلينا ننام. لا أنا ما بدي نام، بدي شوف التلفزيون شوي. امشي بدنا نروح. شو عم تعمل هون انت؟ انت اللي شو عم تعمل هون؟ امشي بدنا نروح. شو عم تعمل يا اخي؟ اخي انت لا تتدخل، يلا سلجوق. بس هذا ما هو ولد صغير، هو بيقدر يقرر وين يروح وين يضل. يا اخ انا برايي لا تتدخل بينا، عود وساوي اللي بدك اياه وكفي لعبك، ماشي؟ يلا. يا اخ ما تعلمني بشو اتدخل، روح من هون قبل ما ابتلي فيك. يلي بيفوت على محلي ما بيقدر يطلع إلا بإذني. سلجوق لا تتحركوا، لا حدا يتحرك، نزل السكين انت، نزلها. قلتلكن لا حدا يتحرك، والله بوزكن كلكن. انتبه على السكين، لا تقرب وإلا رح أوص عليك. ها لا حدا يقرب، اترك السكين. لا تقرب أحسن ما أوصك. قلت لك لا تقرب. يمكن ما عاد بتحتاجه. بكل الأحوال ما بنقدر نقتلك، مو هيك؟
لأنه نحن ما فينا نطلع بدون إذنك. فينا نروح يا أخ؟ ها؟ جوكهان الطابو، في ورقة الطابو بجيبته، جيبها معك وانت لا تقرب أحسن ما أوصك. ها؟ بعده بعد، تعال هذا الطرف. شوفي ولا شوفي، لا حدا يتحرك. قليلين أصل. Thank you.